ومن ساحة رياض الصلح في بيروت تنضم إلينا حنان عيسى مراسلة الغد. حنان، أطلعينا ما جديد المشهد لديك. هناك تطور أمني في منطقة الشمال، في منطقة البداوي بالتحديد، حيث وقع بحسب المعلومات الأولية 9 جرحى بسبب يعني فض الجيش بالقوة لمنطقة مقطوعة أو لطريق مقطوع في منطقة البداوي. ويعني بطبيعة الحال المتظاهرون رفضوا إخلاء الطريق، ومما دفع يبدو بالقوى الأمنية إلى إطلاق النار، وهناك 9 جرحى حتى الآن. لم نتأكد بعد هذه معلومات أولية، أشدد بأن الجرحى هم عددهم 9 إن وقعوا بسبب إطلاق نار أو بسبب تدافع، سنتأكد بطبيعة الحال بعد قليل. أما هنا في بيروت ما زال جسر الرينج مقفل أمام السيارات، أمام حركة السيارات. المتظاهرون نزلوا إلى الشارع بشكل أكبر بعد أن كان هناك نداءات من قبل المتظاهرين لمساندة الشباب الموجودين على جسر الرينج لقطع الطريق وعدم السماح بفتحه، مع العلم والإشارة إلى أن هناك قرار بفتح كافة الطرقات المقطوعة في لبنان من قبل القوى الأمنية والجيش اللبناني. أمامي هنا السيد أسامة سلهب للحديث أكثر عن هذا الموضوع، خاصة وأن هناك دعوات لأن تكون الساحات ممتلئة يوم أمس بالمتظاهرين تزامنا مع القرار الذي اتخذ بفتح الطرقات. ماذا عن يوم أمس؟ ماذا عن ما يحصل اليوم من محاولات لقطع الطرقات وإصرار المتظاهرين بالبقاء على الأرض؟ دعيني أول شيء أحيي جميع الأمهات والآباء، جميع العائلات على وقفتهم على الموافقة على أن ينزل أولادهم إلى هذه الساحة، ساحات الشرف. أن أحيي كل أم، كل أب لديه طفل مريض أو لديه أي إنسان مريض عم بينزل على المستشفى وعم بئن من هذه السلطة ومن هذه المؤسسات. دعيني أحيي كل عسكري واقف عم بيحمي المدنيين والسلميين. دعيني أحيي كل مسعف، كل الجهات الأمنية. عن التطورات الأخيرة أستاذ أسامة، يعني نعم، أما فيما خص موضوع المظاهرات والرسائل اللي نحن بدنا نرسلها، غدا يوم تظاهر كل في لبنان، تظاهر عام في لبنان في الساحات في جميع المحافظات، وخاصة في الساحات الكبرى، في ساحة الشهداء، في ساحة رياض الصلح. غدا يوم لبناني وطني بامتياز. نحن قلنا كلمتنا ولم يرتقوا إلى مستوى الكلمة التي نقولها، فلتذهب هذه السلطة الفاسدة التي أمعنت فسادا فينا على مدى عقود. المطالبة بفتح الطرقات أيضا يعني تتزامن مع مطالبات يعني بتسهيل حركة المرضى، المحامين، يعني كل القطاعات التي تحتاج إلى أن تكون الطرقات مسهلة وميسرة أمامها لكي تخدم المواطنين بطبيعة الحال. متهمون أنتم بعرقلة هذه التحركات، أيضا بإيصال المواد الغذائية إلى الأماكن التي يجب أن تصل إليها، إلى من طحين، من خضار، إلى ما هنالك من يعني مقومات العيش للبنانيين. ماذا تريد، كيف تريد تردون على هذه الاتهامات؟ نحن أول شيء نقول وندعو الجيش اللبناني والسلطات الأمنية، الأمن الداخلي وجميع الأجهزة الأمنية إلى التفرقة بين الميليشيات وبين هذه المتظاهرين، مجموعة المتظاهرين السلميين. ونحن قلنا ووجهنا دعاء، نحن مع إبقاء خط طوارئ وخط ساحلي على الطرقات العامة، ونحن دعونا إلى فقط تعقيل أو إذا بدك تسكير الطرقات بفترة الصباح وليس في كل النهار، فقط لعدم استدراجنا لمحلات أخرى، أنه فتح البلد والمدارس والجامعات وكل شيء كل شيء مثل ما هني بدهم. لا، الموضوع نحن مع إبقاء خط طوارئ لجميع الحالات الإنسانية والمستشفيات ضمن فترة معينة فقط، وبيرجع بيفتح الطريق. باختصار أستاذ أسامة، يعني التعامل بقوة مع المتظاهرين أيضا، كيف تردون على هذا الموضوع؟ نحن نقول نحن هذه الجموع النازلة سلمية، ولن نكون، لا لدينا سلاح، ولن نكون سلاح، حتى لا معنا عصي ولا معنا مرافقين ولا عنا أزلام ولا عنا محاسيب. نحن ناس عبرنا عن وجعنا وقت اللي هن أنزلوا قرارات جاحفة بحق الناس، وهيدي الإرادة الشعبية اللي وعت اللي هن عم بينقوا فيها وعم بيحكوا فيها
هذه الإرادة الشعبية تريد هذا الإصلاح اللي عنوناه بعدة عوانين صارت عندهم، ما في داعي لحوار هن عم يحكوا فيه. إذن أسقطوا هذه الحكومة التي أمعنت فينا فسادا، وأنتوا حطوا حكومة مشهد لها بنظافة الكف، ما تحملونا مسؤولية وتبعات ما حصل بهذه الهندسات المالية اللي أنتوا هندستوها على مدى عصور مع حاكم أنتوا حطيتوه وعينتوه. شكرا جزيلا. إذا يعني الدعوات إلى مزيد من الحشد في الساحات مستمرة. نعم هنا في ساحة الصلح عبر مكبرات الصوت، المتظاهرون يحثون المواطنين إلى النزول إلى الشوارع وإلى تلبية هذا المطلب بالحشد الكبير اليوم وغدا أيضا. نعم من ساحة رياض الصلح في بيروت حنان عيسى مراسلة الغد، شكرا لك.